السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبابي بالله وأخواني وأخواتي بالله، أحبابي بالله، موضوع هذه الحلقة برضو عن سلسلة أكبر الكبائر الإثم والفواحش، وبرضو قاعد بحكي بموضوع القتل. يعني قلت عن قتل النفس، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني قتل مؤمن لمؤمن، ثم قتل النفس اللي هو الانتحار، وهسه بحكي عن ايش؟ موضوع اللي هو اسقاط الجنين او الاجهاض، وهذا يعتبر من انواع القتل. فمن فعلها هذا من اكبر الكبائر، راح يدفع الثمن غالي، وراح يدخل نار جهنم خالد مخلد، الانثى اللي بيسويها او الذكر اللي بوافق عليها. شوفوا في كتاب الله، يعني الله وضح لنا شغلات كثيرة. فبسورة الأنعام 151 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال الله سبحانه وتعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. يعني مرة عنده أولاد كثير وخايف الفقر، وجوزة حكى له: أنت بليتيني بهالأولاد، روحي اجهضي وسقط اللي بطنك. طب هي بتآمنش بالله، وبآمنش بالله الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بقول نحن نرزقكم وإياهم. يمكن هذا اللي قتلتوه أنتو، الطفل الجنين إن كان ذكر ولا أنثى، يمكن الرزق تزيد، الله يفتح عليك أبواب رزقه ويبسط عليك الرزق من وراء، يعني يجعل السعادة لكم في الدنيا وفي الآخرة من وراء هذا الجنين اللي أسقطته. بس انتوا لانكم ما عندكم ايمان بالله، وما معتمدين ان الله هو الرزاق، اسقطوا الجنين. بس هاي من المحرمات الكبرى، لانه قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الا بالحق، ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون. سورة الانعام 140 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. يعني قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، لأنه هذول خاسرين. ألا أن حزب الله هم الغالبون، ألا أن حزب الشيطان هم الخاسرون. الخاسر هو الذي خسر الدنيا والآخرة. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، لأنهم سفهاء ما عندهم علم، وحرموا ما رزقهم الله. الله رزقك بهالذرية، في ناس بتمنوها تمناي، في ناس بتمنوا يكون عندهم بنت أو ولد لأنهم ما بيقدروا ينجبوا، وفي ناس بيكون عنده ولد ولاد بس بتمنى بنت مش صحت له، وفي ناس بيكون عنده بنات وبتمنى ولد بيجي وما بيجي. سبحان الله، الله كاتب، الله فعل ما يريد. بس ايش؟ وحرم ما رزقهم الله افتراء على الله، هذا افتراء على الله. قد ضلوا وما كانوا مهتدين، قتل الابناء والمرأة حامل، او ان كان ولد صغير وقتلوه بعد ما كبر شوية صغير، زي ما سووا كانوا يوئدوا البنات في العصر الجاهلي، هذول خسروا، خسرانين. فالله سبحانه وتعالى قال بسورة الإسراء أي 31: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياه وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. يعني من قتل أولاده خشية إملاق الفقر، والله سبحانه وتعالى هو الرزاق، ويرزقكم
انت وياهم ومن فعلها يعني قتلهم، القتل هذا كان خطأ كبير، خطيئة كبيرة جدا، مش خطأ خطيئة، خطأ كبيرة من الخطيئات. واللي بيسوي الخطيئة الكبيرة قاعد مخلد في نار جهنم. بسورة الفرقان آية 68 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يعني أي إنسان يدعو مع الله إلها آخر، وأي إنسان يقتل النفس التي حرم الله بدون حق، يعني بقتل إنسان لا يجوز قتله وبزني، كل هذول الشغلات من فعلها سوف يلاقي أثاما في الدنيا وفي الآخرة. إخواني بالله احذروا من الموضوع هذا، وشوفوا هون بسورة المتحدة آية 12 لما الله سبحانه وتعالى أمر سيدنا محمد ببيعة المؤمنات، شو قال له؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يعني يا أيها النبي يا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا جاءك المؤمنات لازم يبايعونك على إيش؟ أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يعني لا تقبل البيعة لأي امرأة ترفض أمر من الأوامر هاي اللي الله سبحانه وتعالى قال، ومن ضمنها أن لا يجوز قتل النفس، قتل الأبناء أولادهم. تعرفوا إخواني بالله بالغرب أكثر دول الغرب سامحة بالإجهاض، وكثير منهم علناً وبشجعوا على الإجهاض، وكثير في البلاد العربية من النساء بروحوا إيه الجوزة بقول لها أنت زهقتيني من كثرة الأولاد، روحي إيش اطرحي أو روحي اجهضي اللي بطنك. أيتها النساء المؤمنات لا تقبلوا هذا القول، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أنتوا إذا نفذتوا وطعتوا زوجكم على الإجهاض أنتوا بتكونوا عصيتوا رب العالمين، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأنت أيها الرجل اللي بتأمر زوجتك أو تقبل من زوجتك أنها تجهض، أنت إنسان ظالم ومشترك في جريمة القتل. فلا يجوز الإجهاض يا أخواني عشان الفقر وعشان إيش الإملاق. أما إذا كان الطفل اللي بده يجي والأطباء المختصين قالوا هذا إجى الولد هذا راح تنقتل الأم، أو يؤدي إلى عاهة دائمة للطفل وكون الواحد متأكد 100%، لأنه كثير مرات بيقولوا الولد راح يجي ويكون إيش مشوه، وما بطلع مشوه. فلازم قبل ما تتزوج الوحدة الإنسان تفحص دمها ويفحص دمه مشان إيش ما يجي ولادهم مشوهين، لأنه في بعض أنواع الدم إذا ما بناسب بعضه. هاي أول شغلة. ثاني شغلة، أثناء الحمل والولادة لا يجوز أخذ الأدوية، في بعض الأدوية بتشوه الطفل، وفي أمور مثلا كثيرة بتسويها المرأة إذا أكلت أو شربت بعض المواد هاي بتؤدي إلى تشويه الطفل، فلا يجوز أن تشربها أو تأكلها أو تفعلها. يعني المؤمنة بتسوي كل ما عليها مشان ما توقع في هذا الأمر اللي يؤدي إلى نار جهنم. أما الواحد عجبته واحد راح يتجوزها، طب بلكي أخي دمك ما بناسب دمها، مش خطأ الواحد يروح يسوي فحص دم، لأنه ممكن يكون دمك غير مناسب لها فأولادك كلهم راح يطلعوا مشوهين. فهو إما بتقبل أنت في ابتلاء عظيم من الله، أو بتقول لا أنا ما بدي أولاد بدي أسقطهم، وهذا يا إخواني بالله حرام. اللهم أني بلغت، اللهم فاشهد.
اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. استغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.